السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مس عبير كمال. النهاردة كانت آخر حصة مجموعة سنة رابعة ابتدائي، فأنا حبيت أنوه بس على حروف الجر مع وسائل المواصلات. عندهم ترانسبورتيشن، طبعا وسائل المواصلات درس في اليونيتات يعني، فجزء مهم جدا. أنا بشتغل مع إعدادي، يعني نفس الجزء هو برضو في إعدادي، فأنا حابة أنوه برضو يعني كمساعدة. ربما يكون مثلا في طلاب مش عارفة تفرق مثلا بين حروف الجر أو الكلام ده. انا طلب عندي حد الاجابات، بس انا بعد ما هم مشيوا وخلصت شغل خالص مسحت الاجابات بتاعتهم، وانا هجاوب الاسئله مع الشرح عشان اكيد مش فاهمين هم حلوا كده من غير حتى شرح الكلام ده. يعني هم ايه، طبعا انا شرحت اول حصه. عندي وسائل المواصلات بتستخدم ثلاث حروف جر، باي واون وان. باي واون وان، امتى استخدم باي وامتى استخدم اون وامتى استخدم ان؟ بستخدم باي مع كل وسائل المواصلات ما عدا فوت، بتستخدم حرف الجر اون. طيب مع وسائل المواصلات خلاص كده يعني؟ لا، لازم تكون وسيله المواصلات لا يسبقها ضمير او لا يسبقها اداه نكره، يعني لا يسبقها ايه ولا ان ولا ذا ولا ماي ولا هز ولا هير ولا اي ضمائر. تمام، في الحاله دي احنا بنستخدم مثلا بنستخدم باي، حرف الجر باي. طب امتى احنا بنستخدم اون وان؟ بنستخدم اون وان في حاله لما يكون وسيله المواصلات يسبقها اي شيء، سواء ذا او ماي او ايه ان، اي وسيله مثلا، اي شيء قبل وسيله المواصلات، يعني اي كلمه تعتبر مثلا ضمير، ايه ان ذا ماي هز هير اور، الحاجات دي كلها بتسبق. لو كانت جت الكلمه دي وبعديها وسيله المواصلات، في الحاله دي هنستخدم يا اون يا ان. طيب نفرق ازاي ما بين اون وان؟ طالما هما الاثنين لازم يكون مثلا في ضمير او ايه وان او ذا. لو كانت وسيله المواصلات في سهوله في الحركه داخل وسيله المواصلات بنستخدم اون. يعني ايه الباص، الاتوبيس، احنا بنتحرك في الاتوبيس يبقى نستخدم اون. المترو، بنتحرك في المترو بنستخدم اون. البلين، الطائره، بنتحرك في الطائره نستخدم اون. البايك، وانت راكب العجله بسهوله التحرك بتستخدم اون. طيب يعني ايه المواصلات الصعبه اللي نتحرك فيها؟ التاكسي، يعني انت خلاص قعدت على الكرسي مش هتتحرك، نستخدم ان. الكار، في العربيه صعب انك تتحرك، تمام، في الحاله دي نستخدم ان. مع بعض الاسئله، انا وحدت الاسئله علشان الجزء الاولاني، عشان في ناس بتسيب الجزء الاخير وبتركز في الجزء الاولاني، فانا عشان كده وحدت الجزء الاول عشان الجزء ده مش مهم، المهم اللي هو هنا، تمام، عشان في طلاب اذكياء خالص. لما نقرا مثلا اي جو تو سكول كار، عايزه استخدم حرف الجر، امسك في وسيله المواصلات كار، يا ترى انت يا كار يسبقك اي شيء؟ لا ما يسبقنيش اي حاجه، يبقى ناخد باي بس. يبقى باي منها لوسيله المواصلات على طول، يبقى نكتب هنا باي بس خلاص كده. يبقى باي كار، يبقى باي بتمسك في وسيله المواصلات ما عدا فوت، طبعا فوت بتاخد اون في كل الاحوال. يبقى باي كار، هل في فاصل؟ لا ما فيش فاصل، يبقى باي على طول. طيب اهو، I go to school my car، my car، هل انت يا كار في حاجه تسبقك؟ ايوه، يسبقني ضمير ماي. لا ما ينفعش باي، باي بتزعل، عايزه وسيله المواصلات على طول. يبقى نستخدم انهي؟ نسالها هل انت يا كار في سهوله في الحركه داخلك ولا صعوبه؟ لا بتقول لك الكار، انا ما فيش حد بيتحرك داخلي. يبقى نستخدم مع بعض مين اللي فيها صعوبه، اون ولا ان؟ اللي فيها صعوبه هي ان، يبقى ان، احفظ معايا، يبقى ان، تمام، يبقى ناخد ان، يبقى ان ماي كار، تمام. طيب اي جو، انا وحدت كده عشان ما تركزش في الجزء ده، عشان في طلاب اذكياء خالص بيسيبوا كل ده، يعني بيركز هنا ويسيب الجزء المهم. اي جو تو سكول هيز باص، نمسك كده وسيله المواصلات، هيز باص، في حاجه تسبقك يا باص؟ ايوه يسبقني يا هيز. لا كده ما ينفعش باي، باي تزعل خلاص، باي هتمشي، ما ينفعش ناخد باي، هنختار اون او ان. طيب نسالها هل انت يا باص في صعوبه في الحركة داخلك ولا في سهولة؟ تقول لك لا أنا الأتوبيس ده كل العيلة بتتحرك داخلي، يبقى أنا أخد أون. أهو اللي فيه سهولة، العيلة بتتحرك أو الناس بتتحرك داخله بياخد أون، يبقى أون هيز باص. طيب أي جو تو سكول فوت، فوت معروفة على طول أون، ملهاش علاقة بباي ولا الكلام ده خالص، ياخد أون، تمام، يبقى أون فوت، أون فوت، تمام، اون ملهاش، اون معروفه، اون على طول، اون فوت، اون فوت، مفيش فيها كلام. طيب بعديها اي جو تو سكول ماي تاكسي، انت يا تاكسي في حد وراكي؟ اه، يبقى باي هتزعل، باي ما بتحبش حد يمسك في وسيله المواصلات، يبقى استبعدنا باي. نسالها انت يا تاكسي في سهوله في الحركه ولا في صعوبه؟ تقول لك لا انا التاكسي في صعوبه، ما حدش بيتحرك داخلي، يبقى ناخد ان ولا اون؟ ان، يبقى ان اللي فيها صعوبه، ان، ان في صعوبه في الحركه داخلها، يبقى ان ماي تاكسي.
طيب بعد كده اي جو تو سكول. انا ما تستغربش مثلا تقول رايح المدرسه بالطائره، انا الفكره ان انا موحده، بس بنوحد الجزء ده عشان الواحد يقول لي ازاي تروح المدرسه بالطائره، يسيب كل الشرح بتاعه يقول لك ازاي بتروح مش عارفه بايه. انا علشان الطالب يركز بس في وسيله المواصلات. اي جو تو سكول مترو. انت مترو في حد سبق؟ لا، يبقى باي. باي بتمسك على طول فيها، باي مترو، يبقى باي مترو، يبقى باي بتمسك على طول في الوسيله طالما مفيش حاجه في النص. بعد كده اي جو تو سكول باي، باي في حاجه هنا؟ لا مفيش حاجه، يبقى ناخد باي على طول اهو. اي جو تو سكول ماي بايك، اهو شوف هنا بايك وهنا ماي بايك. لا هنا بتقول لك لا في ضمير، يبقى باي تمشي، تزعل باي، باي تزعل. عايزه بقى ايه؟ يا ناخد ان يا ناخد اون. انت يا بايك في سهوله تقول لك ايوه انت بتتحرك عليا كده بسهوله، ممكن تنزل تطلع براحتك، يبقى اون ولا ان؟ او سهوله اللي هي اون، اون اللي تتحرك بسهوله داخلها، يبقى اون ماي بايك. بعديها اي جو تو سكول هيز بلين، طائره. طب انت يا بلين في حاجه؟ اه يسبقني هز، يبقى باي تزعل وتمشي. نسال بقى اون وان، انت يا بلين في سهوله في الحركه؟ ايوه طبعا، ده المضيفات رايحين جايين رايحين جايين، في سهوله في الحركه، يبقى مين السهوله؟ اون، اون اهي، اون هيز بلين. بعد كده اي جو تو سكول بلين، لا في حاجه تسبقك؟ لا مفيش حاجه تسبقني، مين تجري عليها؟ باي اهي، يبقى باي بلين. انا عدت شرحت اكتر من مره ان هي مهمه، يعني دي بقى اخر حصه بنحب نركز على الحاجات اللي هي يعني لسه طبعا في مراجعات يعني، بس دي كانت حصه الشرح النهارده، كانت اخر حصه شرح مناهج سنه رابعه، فحبيت ننوه اخر الحصه على جزء وسيل حروف الجر. يبقى باي جميع وسائل المواصلات ما عدا اون بتكون وسيله المواصلات ماسكه في باي، اما ان واون بتكون وسيله المواصلات يسبقها ضمير ايه، ان، ذا، هز، اي حاجه غير يعني اي حاجه تكون ماسكه في وسيله المواصلات. فباي ما ينفعش ناخد ان او اون. طب نسال مين ان ومين اون؟ ان لو في صعوبه في الحركه زي التاكسي والكار، اون لو في سهوله في الحركه زي الاتوبيس، باص، البلين، الطائره، المترو، البايك، الحاجات اللي بسهوله تتحرك داخلها بتاخد معاك اون، بس لازم يكون بعديها طبعا في ضمير او كده. تمام، لو في اي حد مش فاهم اي حاجه ممكن يبعت لي على رقم واتساب او على ماسنجر. السلام عليكم.